أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد العقاب صدق الله.